يلا السلام عليكم باش تساوي سعيد. الله معك، مع السلامة. بس لا تنسى تبرد عندي ها. أمره. طبعا. شفت حالك هذا ركيت وياه. شفت حالك يا أخي. يا ستي رحت لك عند الدايق مبشير بباب سريجه، وصرت قرب له وبعد له وشيله من هون وحطه من هون. اللي عرفت لك منها كيف تعرف الوحده حالها اذا كانت حبله ولا لا. وشو قالت لك؟ يا ستي قالت لي انه الوحده ما بنعرف مع الحبل الا لبعد الأربعين يوم، بس الوحده بتقدر تعرف حالها اذا كانت حبله ولا لا من اول ما بتقطعها. هيك لكان. وسالت عن لوحام كمان. هي وشو قالت لك عن لوحام؟ قالت لي انه هذا لوحام دلع نسوان. في نسوان بتحس بدوخة ونفسها بتلعي وبتحب النوم، ونسوان نفسها بتجي على الحامض، وهي بتكون بدها تجيب صبي والعلم عند الله، ويلي نفسها بتطلب الحلو بتكون بدها تجيب بنت والعلم عند الله. إيه شو قالت لك كمان؟ وشو بدك ياها تقلي أكتر من هيك وليه؟ شو اعتمدتي؟ رح تعملي مثل ما قلت لك؟ والله ابن عمي ماله سهل بنوم. ولك حاجتك خوف بقى، ما في رجال إلا وبنلعب عليه. شو يا بعدي جوزك نيقة عن الخليقة؟ يقبر قلبي، ما حدا بيقدر يلعب عليه. ايه يا ستي، جوزي نيقة عن الخليقة، عجبك ولا لا؟ ولك سعدية، هو بحبك قد ما انتي بتحبيه. اصحي بقى فيقي. هو ما بيحكي، تقيل. يقبر قلبي، ما في مرة قال لي كلمة بحبك الا وقت بزماناته رجع من الحج. قال لي يا درسانة اشتقت لك. انا بعرف انه هو بيحبني، بس لو الله بعدي اسمه يطعمني ولد او بنت لفرحت له. والله أنا ماني سائلة عن حالي، ماني مدورة على الولاد إلا من شانه هو. بزمتي بزمتي وقت اللي بشوفه كان المصفنا بحس كاكين عم بتقطع بقى.